بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الموعد، ودائما يأتيكم برنامج في الموعد بالجديد والمفيد كل مساء مع ضيوف كرام وأعزاء ورائعين يجملون هذه المساحات المسائية عبر قناة الشروق. حديث اليوم في هذه الحلقة وهذه المساحة هو حديث عن السفر، ويمكن يعني اتساع السودان وامتداد مساحاته ده يمكن جعل التنقل فيه يعني موعد لأثرى الذاكرة السودانية بالكثير جدا من الأشعار والقصص والحديث الكثير عن السفر. بالتأكيد السفر لم يكن خيار أي شخص، لكن دفعت ظروف هي لهذا السفر. في هذه المساحة هنتنقل عبر الحديث عن السفر والرحيل والترحال، أسبابه والكثير جدا من الأشياء اللي دفعت بالوسائل، أيضا وسائل السفر اللي اتخذها الإنسان لمواصلة هذا الرحيل والترحال. مرحب بكم وأرحب أيضا بضيوف كرام. مرحب بك أستاذ خالد شقوري الشاعر المعروف، ومساء الخير. مرحب بك طغمة، ومرحب بكل المشاهدين على امتداد أثير قناة الشروق، وأنا سعيد أنه نسافر معهم هذه الأمسية. مرحب بك برضو، بنرحب بي الأستاذ محمد باتوري الباحث في التراث الشعبي. مرحب بك. أهلا ومرحب، مرحب بالمستمعين، وإن شاء الله يعني نستطيع أن نقدم شيء يتحف الناس ويستفيدوا منه يعني تاريخيا ومعرفيا. نعم إن شاء الله. ندلف لأولى المداخل في هذا المساء، حديث عن وسائل السفر زمان، الإبل والباخرة وأيضا اللواري وغيرها من حتى الأرجل وحتى المراكب، يعني دي الأشياء اللي بتؤدي لأنه الإنسان ينتقل بها من منطقة لمنطقة أخرى. نعم، يمكن زي ما ذكرت في مستهل الحديث انه السودان وطن مترامي الاطراف، وده مدعاة للسفر الطويل والكبير يعني. ويمكن سوداننا بكل تفاصيله فيه ويمكن شمل كل انواع السفر، يعني السفر على امتداد الصحراء لتعدد المناخات، سفر بالدواب، سفر بالارجل، وسفر بالقطارات، وسفر بالباصات وباللواري، وكل ألوان السفر. يعني هو زي ممكن يكون معرض سفر هذا الوطن الجميل السودان. ده قادنا طوالي لأنه هذه الوسائط والوسائل جعلت أدب السفر حاضر في كل تفاصيل أهل السودان يعني بشكله الكبير. وأنا أعتقد أنه وكل لون من ألوان السفر دي عنده نمط من الأدب، إن كان في الغناء أو كان في الشعر، وإيقاعات حتى إيقاعات السفر ذاتها كانت بتأثر على إيقاع النص أو الأغنية. نعم. فبالتالي أنا أعتقد أنه يعني هذا السفر الكبير للسفر في السودان يعني ذاخر به الكتاب الأدبي بشكل كبير جدا جدا، ووافر بكل ألوان السفر، وتعدد حتى تجاوز موضوع السفر المباشر للسفر الرمزي، ودي كلها فصول ممكن نتكلم عنها بإسهاب يعني. نعم، هنجيها بالتفصيل. ومرحب بك برضو يعني أستاذ محمد باتوري الباحث في التراث الشعبي. خلينا نبدأ مباشرة السفر عبر الإبل. هو السفر قبل الإبل يعني حقيقة الأرجل. أخونا شقوري جزاه الله خير، نعم، ويتوسع في العملية وشرح، لكن اصلا السفر في بدايات بدا الانسان برجوله، يعني المشي بالكرعين، وحتى يعني التصقت ببعض الحجاج اللي بيجوا كانوا من غرب افريقيا، يعني اطلقوا على المشي ذاته، اطلقوا اسمهم يعني هو ما تكرم او نتكرم الطريق نمشي، فالتكرين جزء من ان تسميه التكرور اللي بيجوا من غرب افريقيا، بيجوا عبرين السودان وبيمشوا لحد الشرق، وكل المسافه دي بيجوا ماشيينها بكرعون، والمشي كان طالع للحي بياخذ سنه، الناس بيقوموا في رجب وبيرجعوا في رجب السنه القادمه. فلانه وبعدين مرات يسكنوا ومرات يقعدوا 3 سنة واربع سنة، مرات يستغروا ثاني ما يرجعوا لمحلهم ونجوا منه. بعد ذاك طبعا دخول العرب او قبل العرب ما يدخلوا السودان،
النوبيين كان بيسافروا بالمراكب. يعني السفر كان بالمراكب عبر النهر. نعم. وفي البحار كان برضو بسفن شراعية هي تشبه المراكب لكن كبيرة. وحتى عندنا في نهر النيل يعني أخوان النوبيين والضناجل والمحس كانوا بيجرين مراكبهم. والمركب كان عبارة عن دكان يعني يسموها الذهبية، فيها بيت والأسرة وغنم اللي صار يكون ساكن فيها عموما. آي وغنم مربطات فيها، وبعدين فيها دكان فيه السكر والشاي ومعارفه والحاجات كلها قال هنا، ويشيلوا من هنا كمان يمشوا بحري وبعدين يجيبوا الأزيار ويجيبوا والقفاف للقطة التمر، فتلقى يعني ينقلوا البضائع دي تنقل بالمركب دي. مركب كبير جدا، وبعدين لا يستطيع الإنسان أنه يجرها، يعني لازم يحركها الهواء. فمحل الهواء ما يجيف هي تقعد شهرين 15 يوم كده، أول الهواء ما يقعد ينتقلوا للمنطقة الثانية. نعم. فبعد ذاك العرب لما دخلوا السودان طبعا جو سايقين معاهم الإبلون. نعم. ويختلطوا ويصهروا مع النوبيين. فبعد ذاك جاء سفر الجمال. وفي البداية كان الناس ما قاعد يركبوا فوق الجمال أصلا. يعني كانوا بيشيلوا الزوادة والموية فوق الجمل أو فوق الجمال. وبعد ذاك الناس يباروها بالكرعين. ودي برضو تجي اسم يعني اسم نوبي يقول لك جينا أقروب بالكرعين، يعني ما راكبين. نعم. مشينا أقروب بالكرعين. نعم. برضو كان في سفر بعد ذاك انتقل تقريبا القطار، ويمكن القطار عنده حديث. لا القطار ده بقى عصور حكايته براه. نعم. القطار طبعا حصل تطور انه بعد السكه حديد ما دخلت في عهد الاستعمار. يعني وبعد ذاك بقى السكه حديد ذاتها ربطت السودان كله. فانت مرات تسافر من شمال السودان الى غرب السودان. نعم. ومرات المحبوبة تسافر من قلب الخرطوم إلى جنوب السودان. وكده يعني بقى في تنقل وسيع، بقى في 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 شيء يعني الناس ذاتهم بقوا يسافروا للعمل. نعم. زمان الناس ما بيسافروا من محلاتهم إلا للطاري يطلع، يعني أيوة. يا ماشي الحج. نعم. يا ماشي لأهل بعيدين تناسبهم تجيب منهم مرة. يا كده. لكن ما كان لكن بعد ما جه القطر وسهل المواضيع وخفف أدعاب السفر على الناس. يعني بقى الناس ما بيعانوا من السفر. نعم. فالناس بقى يسافروا بعد ذاك يمشوا يشتغلوا. نعم. والحكاية تدور قروش على الناس وكده. نعم. يمكن أستاذ محمد ادانا مدخل لأنه والله عشان نحن ذاته نفصل السفر بالإبل أو القطار أو غيره أو باللواري يعني. نعم. ده بيدينا ادانا مدخل لأنه حتى أسباب السفر يعني أسباب السفر زمان وأسا. نعم. يمكن ذكر كلام مهم جدا، إنه هو في فترة من الفترات كان السفر إلا للضرورة القصوى يعني. أيوة. وكان حتى يمكن في أدب أهلنا في كل مناطق السودان كانوا بيفتكروا السفر هجرة غربة. نعم. يعني حتى السفر للدراسة أو السفر يمكن شهيرة جدا كانت في غربة دي، يمكن كانت مناطق قريبة يعني هي قريبة يعني واحدة من شواهدنا العجيبة إنه نعم. مثلا قصيدة شهيرة لحميد حقت شين طعم الدروس ما دام بكان مشي قطر. نعم. يا أخي اللي ترتاح النفوس وتقبل قراية في سفر وكان في عبرة جاي من مروي. يعني الآن المشوار ده بالشارع كده زي ساعتين وربع تقريبا، لكن زمان كان سفر وكان غربة. بالنسبة يعني مرق من الشمالية ومن غرب السودان ومن شرق السودان وجا الخرطوم معناته اخترب بشكل كبير جدا، حتى الأدب ذاته كان زاخر بالقضايا دي. لذلك في الفترة دي بالذات يعني ظهرت أعمال كبيرة جدا وغنيات وكان فيها وجع شديد وغربة ودموع وشقى ده اللي بعد المسافات. أيوة طبعا هي أيوة المؤثرة أيوة على الموضوع، لأنه السفر بزواته يعني بيقول راس التمر أو حسب زاد أهل المنطقة يعني المسافرين ديل. ورد السفر ده كثير في وبيورود كل كلمة قطر. يمكن أكثر الأغنيات اتكتبت في القطر. نعم. والقطر ذاته كان ملهم، هو ذاته يعني كان ملهم لأنك تكتب فيه كوسيلة. لكن كان برضو مساحة في أنه القطر كان هو بيقطع المسافات الطويلة طبعا وكان للسفر البعيد جدا وكانت بيبقى عبارة عن حلة متحركة.
يعني أيوة. يعني بعد ذاك الناس بيعيشوا جو الحي يعني. نعم. وحتى حصلت داخل القطر ده كثير من القصص والزيجات بعد ذاك بقت سبب سفر بالقطر. نعم. والناس اللي كانوا شغالين في القطر زمان. نجيف عند الناس اللي كانوا أيوة شغالين أيوة في القطر والحديث عن القطار. نستمع لهذه الأغنية ومن ثم نعود نتواصل معكم. نتواصل معاكم. يمكن استاذ خالد شقوري يعني دي ذكريات وشجون وحنين، ويمكن احنا توقفنا عند صحبه ماجد زي ما قال الامام الشافعي، الناس اللي بيكونوا معاك في القطر. نعم نعم, نعم. يمكن ذاته حركنا شويه انه نعم. يعني في ادبنا الشعبي ودي من الحياه، انا بذكر الاغنيات اللي اتكتبت في القطر او اتكتبت في السفر عموما. نعم. لكن الادب السوداني زاخر جدا، والاغنيات بذات الفن السوداني. وانا اذكر انه كثير من
من الأغنيات اللي أوردها كبار الشعراء من زمن الحقيبة، نعم، أو ما سبق الحقيبة إلى الآن. عندنا مثلا يعني الأغنية الشهيرة السايق الفيض، عجبي أخو السندب وبالدرب التحد، نعم، تجاه ربو حندة. حتى في مقطع جميل أنا دائما بيستوقفني بقول نفرا تقول هم جايين بسفر، نعم، بالفيض ده ذاته. وطبعا واحدة من الحاجات كثيرة من العرب أسماء العربات حتى المسميات، نعم، وردت يعني الزوزو والفيت، وبعد ذلك جاءت البصات والنيسان والتايوتا كلها وردت في مسمياتها. لكن هم جايين سادرين باللوري ده، قال شاف البنات في البير، نعم، قال ما نفر ان تقول سابق الكلام الفا وعطشان تلهن وصحه البلفه، ما فيش كاس قريب قال ان بدون كلفه نسقيك بكفوفنا لما تتكفى. وبعد ذاك يمكن وردت كلمة سفر يعني عرضا في كثير من الأغنيات، نعم، وقلنا ما ممكن تسافر، يمكن الأغنية الشهيرة لأبو اللمين، وطير الرهو بهنا، وحتى أغنيات حمد الريح، نعم، حليل الراح وخلوا الريح تنوح فوق النخل. وبعد ذاك وردت حتى من ونحن في على ذكر القطر، أنا استوقفتني برضو قصة رواها الملحن البارع عبد اللطيف خضر، قال هم كانوا مسافرين جايين من عطبره بالقطر، وكان معاه الفنان صلاح البلبادي، فكان حتى الصاح اللي عنده علاقه بالسفر لكن اتلحنت في السفر، قال على ايقاع الريتم بتاع القطر ذاته صوت عجلاته لحن القصيده، لحن قصيده ابو امن حامد، سال من شعرها ذهب فتدلى ومن سكب، نعم. فلما تسترجع الايقاع بتلقاه هو كمشي القطر، نفس ايقاع القطر، نعم. كثير من الاغنيات جات في على خبب الجمال، على مشي اللواري، يعني الاغنيه ذاتها تلقاها تشبه الزامله حقتها، نعم. نحن هنقيف، نعم، مره ثانيه، حنرجع بعد فاصل قصير. بنعود من جديد مشاهدينا الكرام ونواصل معاكم في الموعد وحديث عن السفر في الفنون عموما، فن المديح والشعر وغيره ايضا من والقصص ايضا. حعود لاستاذ محمد باتوري، خلينا نتكلم عن فن من الفنون هو فن المديح والسفر في المديح. ناخذ مثلا اولاد حجة الماحي وصفهم عموما للسفر في المديح يعني. المداح ارتبطوا بالسفر، واي متحه اذا ما فيها سفر بتبقى يعني شيء كده، يعني طوالي التشوق للحبيب عليه الصلاه والسلام. المغزى اصلا من المديح جمع الناس، نعم، وحبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من يمشوا الناس، التزامهم بالحج كفريضه لابد من السفر. الجمل كان وسيله يعني من بدايات وسائل السفر، يعني بعد المشي بالكرعين طوال جي الجمل وجاء القوافل، الحجاج لو اخذتي كل شعراء المديح عندهم سفر، اي متحه فيها سفر. ففي من وسع الحكايه دي وكبره، يعني زي شيخنا حاج الشيخ نور حليب، بدا من يقول عبينا شديدنا على بتيفنه نكاري ونباري ونقدرسنه، دخلنا مصاري وكشحنه والتالي الوران الحصار بطنه. ويجي حاج الماحي يقول يا ربي سالك تقبل لي مطلب تديني جمل كبير وصل سرجن سناري محكوم مزاول الفر ومرعد اتنيها واركب وفوق رفعته من حين وجلب بارد مشيه ورجليه وطبطب تنسف دوائره بيناته تلعب بزمزميته وزاد محقب ريت تاكل، يعني حتى داري يوري انه الجمل ده مشي وبارد انت فوق ممكن تاكل وتشرب. وبعدين يجي بعد ذاك برضه المداح لما يجي مرحله القطر برضه هم ينساقوا في حكايه انهم دارين يمشوا الحي وبالقطر. فحاج عبد الله يقول يا كريم اتحل قيدنا بكريمي يكون سفرنا، نركب اسكبريز قطرنا ومن كريمي يكون وفوق سواقنا المر نزلنا. والسعيد يقول تبقى المسافه بيننا 7 مراحل، حبك جلب مصر والصعيد ودنقله، ركبوا القطر سواه وقام مستعجل واخذ التبالد فاز سواكي نزل. يعني شوف السفر بالقطر ده حاجه المحي عدد وبرد وطولوا، لكنه السعيد لانه السفر بالقطر قال من كريمه طوالي مشى حتى بعد ذاك يصور رحله الحج بعد ما يصل في الاراضي المقدسه. برضه هذيك فيها جمال، نعم،
نقضي الفروضيات البدوة نقاوله فوق دربه فرحانين نبيت ونقيله شوفنا المنار عاشقنا يبكي ويصله روضات جنان الخلد فيها تنفله بالبابا جي فوق أغري السلام متمهله جيت ياخذ تامروسي بيك متوسله مدلي ذاك بسرفاع يا قبيل. فحتى يعني رحله السفر ما بتقتصر انه لما يقوموا من 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 بلده النام يوصلوا برصودان، لا في البحر يحكوها وما يصلوا برضه في 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 جدة وهم ماشيين على المدينة المنورة يحكوها. برضه السفر يعني جاء في غنى البنات بالإضافة للحجاج طبعا طرقوه البنات برضه يتشوق للسفر. نعم قبل ما نمشي لغنى البنات هاي خلينا نستمع نموذج لأولاد حاج الماحي ونعود من جديد. أبسدين بدار المناصير أن الكاجاجير والكوارير فالحا وجنين وسقاي ولا الشبين وعمر أبو السواعير ودويم وتحاج شهير ودتي والحجير سوى القرير وفلت ولا عصبين جزيرة والسرير تنسى الجبابير ستة أجاجير وربان الهواوير الشوايق والبذير لا أرجو والحفير بريم كنوز والدر يا ما يشوف زمهرير في زفة الوزير أنا أحب مين صغير بريدك يا البشير أشوقك شواط ضمير بطرق منا يطير أنا أحب من صغير بريدك يا البشير أخواني مستجير واقع بدور كثير أنا أحب من صغير بريدك يا نعم البشير. يمكن ده كان نموذج لأولاد حاج الماحي في وصف السفر. نعم. بعد ذاك يعني بقى في حنين للسفر. قبيل احنا يعني اخذنا السفر كان الناس ما كان في حوية للسفر، يعني قبل الناس كانوا يسوقوا الساقي ويزرعوا وزرعوا كان عنده خمسة ستة أولاد وقاعدين معاهم معرسين والدين وقاعدين في البلد. نعم بعد ذاك الضروره اقتضت انه او الظروف يعني هي قرب المسافه. السفر ذاته طبعا كان قاسي جدا جدا. السفر ده كان من الشماليه من اي موقع في الشماليه لحد ام درمان دي كان 15 او 21 يوم بالجمل. نعم وما كان بيركبوا، كان بيشيلوا لك الزواده ويشيلوا لك المويه ويحموك، يعني الخبراء اثنين او ثلاثة الخبراء ديل مهمتهم يحموا الناس الراكبين ديل. القافلة بتتكون من 30 40 يحموهم، وبرضه بيكون في خبير كده بيكون هو خابر عايم الخبير اصلا خابر الدرب بيحمل الموية. نعم. بيحمل الاكل وبيكون عنده حمير في لا مؤاخذة الحمير كان عنده مهمتين بنقول بهم الركاب، يعني في ناس شوية كده وضعهم كويس بيركبون بالحمار لكن بيدفعوا 10 قروش. نعم وفي زول بيشيلوا عفشوا بيدفعوا 5 قروش بس. نعم نحن نقف في النقطه دي وننتقل لاستاذ خالد. وجيك تحدثت عن انه كثير جدا من الشعراء والشعر السوداني زاخر بهذه المعاني الجميله، ذكريات وشجون وحتى وصيه للاهل اللي انت فارقتهم. نعم خلينا نشوف خالد كتب شنو في الحته دي. انا حقيقه قبل ما اقول كتبت شنو لكن داير اشير لحاجه مهمه، انه عندنا هنا ومبدعيننا عموما يعني في السودان نقلوا السفر من السفر المباشر إلى الرمزي، والنقلة دي ذاتها يعني أوجدت سيرة السفر في كل القصائد واستعاضوا عنها بعد ذاك بعد تعب السفر، يعني رسلوا الطير ورسلوا الخداري سفر العيون وسفر العيون. نعم. وأنا أذكر أنه من أجمل قصائد السفر برمزية التجاني سعيد تغنى بها محمد وردي الله يرحمه، قال قد ترحل وسوق خطواتي من زول النسى الإلفة أسافر ليل أهوم ليل وسافر ليل وطوه من مرفى لمرفى وبدي الريد بعد ريدك عشان يمكن يكون أوفى رحلت وجيت وفي بعدك لقيت كل الأرض منفى. أيضا الرمزية يعني تأصلت في أغنية مصطفى سيد أحمد
والله نحن مع الطيور اللي ما بتعرف لها خرطة ولا في إيدها جواز سفر، نمشي في كل المداين ونبني عشنا بالغناوي وننسج الأفراح درر. هذه الخاصية يمكن خاصية السفر داخل النص يعني أوجدت لنا أدب برضو مخصوص، أدب سوداني خاص في أغنياتنا، والإشارة دي مهمة جدا، لأنه نحن نتمنى يعني أنه كل الناس والباحثين يرجعوا للغنى، مش يرجعوا على الطرب، يرجعوا له رجوع على الباحث، لأنه في بطون الغنى ده موجود حكاية الناس وسفر. يعني نحن ممكن نوثق لتاريخ السودان من خلال المسيرة الغنائية والشعرية الكبيرة يعني، ونلقى حياة الناس وما أكلون وما لبسون وسفرون ودوابون وكل التفاصيل دي داخل الغناء. أكيد بقول لك لو عايز تتعرف على شعبي من الشعوب أنت يعني الفنون هي اللي بتأدي. ألجأ للفنون. أيوة. ألجأ للفنون. نعم. أنا حقيقة يمكن سافرت قبل كده يعني سافرت داخل النص. أنت عاصرت يا سفر الإبل والواري. أنا طبعاً شاهدنا سفر الإبل ما مارسناه، لكن نحن ناس قطر يعني بدينا مع القطر يعني. اللواري حقت الشمالية دي ما. مؤكد لا القطر ما أسبق يعني. بعد ذلك جات اللواري وجات البكاسي وليل البصاط النيسانات، وبعد ذلك جات العربات الفارهة وبقى السفر زي الماك مسافر يعني. يلا نسافر فوق الكلمة ونشيل الزاد أحلام وردية ونحكي حكاية الزول الغيمة الزول العاش في الخاطر الحية. يلا نسافر فوق الكلمة نشيل الزاد أحلام وردية ونحكي حكاية الزول القيمة الزول العاش في الخاطر الحية. عاهد نفسه ببسط الروح وعلم كيف العزة تبوح وشال آماله كتاب مفتوح مشروح وتفوح من بينه قضية، وكان مكتوب في أول صفحة وطن مزروع حنية وقمحة مدن مصغولة عوالم سمحة وناس بتعرف الناس من لمحة، وأغنية فيها ثلاثة مقاطع، مقطع شال لون الدوبيت ومقطع شال نفس الجراري ومقطع طالع من قمرية. يلا نسافر فوق الكلمة نشيل الزاد أحلام وردية ونحكي حكاية الزول القيمة الزول العاش في الخاطر الحية، وكان مكتوب في الصفحة الثانية طفلة تقالد الغيمة الحانية نخلة بتهدي قطوف الدانية وإيد البلد الخضراء وغانية مخضبة بضم الأبطال مضمخة بمسك الأجيال ممسحة بالتحنان والفال مكسية غناعة وسترة حال مرفوعة علم ممدودة سخية، وكان مكتوب في الصفحة الثالثة وكان في الصفحة الثالثة ملامح قصة زول سامي ومتسامح شاعر طامح وغافية طرية، وكان مكتوب في الصفحة الرابعة طالب بقرة وعيونه متابعة خريطة البلد الغالي وأخضر شكل الزول الطيب وأسمر وموية النيل المننة نابعة وعز موصول للصفحة السابعة وشوق موصول للصفحة المية. يلا نسافر فوق الكلمة نشيل الزاد أحلام وردية ونحكي حكاية الزول القيمة الزول العاش في الخاطر الحية. يا سلام، يعني القصيدة يمكن حملت كثير جدا من زي ما قلنا قبل، انت لو عايز تعرف على شعب من الشعوب بتتجه للفنون وهي اللي بتوريك يعني طيب. الكلام اللي انت قلت انه والله القصايد دي هي بتكون فيها قيم وبتكون فيها بتوريك يعني الثقافة، بتوريك ثقافة منطقة معينة، عادات تقاليد، يمكن كثير جدا الجراري وغيره من الاشياء اللي حملتها القصيدة. مؤكد وفي اشارات بمناسبة مهمة يعني نحن قبل تكلمنا عن السفر بمداخل الأماكن وقطع المسافات البعيدة. نعم. برضو لو غصنا في تفاصيل موسيقانا السودانية بنلقى إيقاعات السفر دي تشكلت إيقاعات داخل الغنى يعني والكلام ده أنا أوردت جزء منه في معرض الحديث الأول إنه على إيقاع القطر كانت فيه غنيات وعلى إيقاع الجمال كانت فيه غنيات وحتى زول الماشية جروب زي ما قال عمنا باتوري في إيقاعات محددة كانت من الأغنيات اللي كتبت في السفر كانت بتحدد من خلال موسيقى للدارس الموسيقى إنه القصيدة دي كتبت على شنو. ودي يمكن دي إشارة مهمة جدا تورينا إيقاعات بلدنا يعني. الآن أنا ذكرت برضو قبل كده قلت الناس الآن يومين دي يتغنوا بأغنية شهيرة وما قادرين يفهموا كنهها شنو يعني. مثلا أنت تسمع في الحفلات الخدير أنا ماني حي والنقد الطير أنا ماني حي، لما ترجع لتفاصيل الغنية بتلقاها أهزوجة شعبية. نعم. تغنت للحصاد. للحصاد نعم. كويس. تفاصيل الحياة بتاعت النازل بتلقاها في الغنية دي ما مجرد غنية طربية
لحفله ولرئيس وكذا، ما يعني ده جزء من الرساله بتاعتها، لكن الرساله الاساسيه ان هي محمل للمعاني، الاغنيه محمل للمعاني. نعم. وانا اعتقد انه السفر بالتحديد هو الركيزه الاساسيه في الغناء، مش عندنا في السودان. نعم. حتى في شعر العرب سابقا يعني كان كل القصائد يعني مطرزه بمعاني السفر يعني. نعم. خلينا برضه ننتقل يعني انا كنت عايز اتكلم برضه عن نقطه مهمه جدا، انه والله حتى المسافه الانسان اللي بيقطعها سواء كان بالباخره او بالقطر او باللواري الزمان، يعني المناطق دي برضو انت يعني بتقيف مثلا في مناطق معينه، بيكون والله المناطق ذات عندها قصص، لانه اللوري ده زمان لحد ما يصل مثلا لحد الشماليه هنا بتكون في قصص، يعني ما بيصل طوالي بعد يومين ثلاثه يوم. الحاجه دي برضو اثر على الاسره. لكن خلينا قبل كده نمشي لقصه باخره الجلا والرسائل اللي كتبها، الرسائل الشعريه اللي كتبها الاستاذ عبد الله محمد خير، وابدع في التعبير وفي الوصف في هذا الموضوع. نعم. يعني انا الشعر كثير كده ما انا حفظ لي. لكن يعني زي المجادعه اللي حصلت اول. زي الشكوى. يعني عبد الله بيقول لي للشاعر حسن الداري، يقول له ود الداري مالك ساكت، ما شفت الجلة سواها، جلة بأمر بحر باخره، ما شفت الجلة سواها، ساق محبوبتي سافر بيها، ما بقدر اعيش لولا. نعم. وجوا في كلمات كثيره في القصه. نعم. استاذ خالد لو حافظ ممكن تدينا منها. يوم الثلاثين دله بيتال الرصيف تلقاها ظهر حبيبتي بالبسمات والنور يضوي من محياها. نعم. لا تعاين كثير وتفكر ديك يا هذيك مو ياها. يعني دي دلاله الرساله. بعد ذاك يجي عبد هناي ابونا حسن الدابي بيقول له يا عبد اخوي قولك حقيقي وكثير كثير الطفش الجلة من فريقة. وينقل فيهم طبعا، ينقل هنا يعني هو دي واحدة من المناسبة من الإشارات المهمة. وفي شعر الشمال بالتحديد انتقلت لمبارزات كثيرة في الشعر، وبعد ذاك وردت أسماء، وثقت لأسماء سواقين. أيوه. الصابر جيرة وبصات برضو، شركات بتاعت بصات، أسامي البواخر النيلية برضو في يعني السفر يعني الدابي الجلا وهنا ذكروها ذكر عبد الله كنا يقول زوري شارة الزهرة الزهرة والزهرة برضو. كانت باخرة برضو كويس. نعم. فتلقى يعني كده حتى أسامي القطارات ذات يعني لما جاء الجرار راس القطر الديزل ذا تلقى الشعر ذكروه بالتحديد. نعم. في يعني كان زمان في قطر بخاري وجاء قطر بتاع ديزل بيمشي بزيت الديزل. نعم. فبقى في تسميه زي اخونا شقوري ما قال السواقين اشتهر من خلال الغني. نعم. حتى اسماء مناطق يعني تابعنا القصيده بتاعت اولاد حي الماحي برضه. نعم. كان فيها عدد من المناطق. ايوه عدد فيها المناطق كلها. انت نعم. انت ممكن تسافر في قصيده يعني تلقى مسميات لكل المناطق الجغرافيه يعني يعني على النيل او على الصحراء او على الامتداد. يعني بتلقاها. وحتى يمكن في قصيده السائق الفيت يعني عجبي اخذ سنده وبالدربة تحت اتجاه ربو حنده وبعد ذاك يمشي يسافر لغايه ماشي هو في خط الغرب لا من يصل محله. حسن الدابي كان عنده قصيده شهيره برضه بالقطر، هو ذاته سافر عبر القصيده في نفس الوقت. التوثيقات دي كلها موجوده الان في الغنى، فقط يعني يطلب من الباحثين انه هم يغوصوا في بطون الغنيات دي ويلقوا مسمياتها يعني. نعم. حتى مصداقية لكلام اخونا ده يعني موقع تاريخ السودان. انت اذا جيت تكوسه من المراجع تلقاه كتبوا الخواجات او كتبوا ناس نعوم شغير، لكن اذا جيت تكوس تاريخ السودان ووثقوا له السودانيين ذاتهم، السودانيين ما كان قاعد يقولوا، لكن تلقى موثق في الشعر. في الشعر. نعم. ايوه يعني لما تقول حتى شوفي بكل امتهان وزيل للغازي مهيرة تقول يا الباشا الغشيم، قول لي ده ذكر الجيش الشوي 602,000 و4,000 سمته جداد. فيا الباشا الغشيم، الباشا ذاته سوته زول غشيم ساكت ما بيفهم. نعم. نعم. يا الباشا الغشيم قول لي ده ذكر. نرجع برضه ثاني لموضوع باخرة الجلا اللي هو برضه في جزء من المجادعات كان في حديث انه لما ذاك ودى الباخره والثاني قال له رجعها.
ايوه برضه هي ما هي مساجله طويله جدا طبعا يعني بجرد ما بين حسن الدعبي وابونا محمد خير ربنا يرحمه عبد الله محمد خير وهي ذات الرسائل دي ذات الرسائل اللي كانت في هنا قلت لك الثقافه دي امتدت لاغنيات ثانيه وقبلهم برضه كانت المجادله الشهيره برضه ما بين بتت خير ايوه بتت خير واسماعيل حسن برضه حصلت مبارزه بالشعر او مجادعه وبرضه كانت خلاصتها يمكن تغنى اليمني منها بجزء ايوه نعم جزء من الرميه بعد ذاك في نوع ادب مثلا رميه اليمني الشهيره حكايه انت تاريخ في بلد الترك ولد المطيليق ويا خساره عيشنا ما اكلوا الجراد والحكمه متيك وبتجي بعد ذاك يجي اللوم والعتاب والشوق وكل المشاعر دي كانت بتترسل عبر المراسيل وكان في ذاته جزء من ادب السفر. نعم، طيب الان يعني انا الكلام اللي جايك ذكرته فيه انه والله حتى المناطق دي والاشياء اللي بتحصل والقصص بتتكتب عبر القطار او سواء كان الابل او الباخره او غيرها. انت كان بيكون يعني مثلا يعني معك اسرتك بيكونوا عاصروا جزء من الـ من الـ من الاشياء دي يعني من القصص دي او حتى بعد ذاك الانسان بيجي يحكي يعني او زول الشاعر نعم. او زول الانسان عموما يعني بيجي يحكي والله الاطفال او الشباب ده اللي تشبعوا بالحاجات دي. نعم. طيب نشوف الحاجه دي واثرها على الجيل وعلى الاسره عموما يعني. هو بالتاكيد هو طبعا نحن ذكرنا انه الاغنيه والشعر حامل للتراث وللقيم وللمعاني والتوثيقات من خلالها بتعمل تواصل اجيال لانه الان جزء من الادوات دي ما موجوده في على مراه ومشهد من الجيل الحديث لكن بيلقوا داخل بطن الغنى يتشبعوا به ويعرفوا التسلسل الطبيعي للحياه يعني حتى المعاناه اللي عاشوها الناس وكيف كانوا وتلقي بالك انه لما انت تدلك دموعك مسكوبة في قصيدة لزول سافر أسن مسافة القطاعها هي 3 ساعات. نعم. زمان كانت أسبوع وبالجمال كانت 28 يوم وبالقطر كانت أسبوعين يعني. نعم. الكلام ده كله لما تيجي تحكي للجيل يعني حتى لو ما حكيته بيحسوه في ألم الأغنية. نعم أكيد. طيب يا يعني أستاذ خالد يعني يمكن زماننا ما كثير لكن أنا عايزة هي طلب يعني قصيدة أم الحسن اللي هي دي بتأدينا لمحور ثاني وسريع يعني تقدمة وختام لهذه بالقصيدة يعني اللي هو الحديث عن تأثير الحداثة الآن اضطرأت يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. نعم. يعني وأم الحسن هي كانت برضو لأنه والله حتى الجواب لحد ما جراجع هي كان خلاص يعني توفت وسريع يعني. نعم هو طبعا قصيدة أم الحسن برضو هي امتداد لأغنيات كثيرة. نعم. برضو 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 يعني هي ما فكرة جديدة أنا جبتها. أنا واصلت في مسيرة جابوها الناس ثانيين يعني. لكن هي كانت برضو بتشير إشارة مهمة جدا لأمر الخطاب اللي الأم الولدة في السفر والسفر بعيد وحتى في الخرطوم يعني. وقفت بعد حلبة لبنت الشاي تكورك يا الحسن يم الحسن وينو الحسن ولا من صفة رغوة شخيبات اللبن في حلة المبنية من طبق السكن واقف في حوش البهايم ولسه اعتكورك الحسن تلاوي في الحمل العنيد جاها حسا من بعيد مارق من القاطع ورق قال لها خير يا الحاج خير قالت له خير تعال لي جاي دايراك تعنوين لي جواب يا الراسي ليه ولدي الخدير ولا تبقى زي شافع السرير يقول لي زين يا يما زين وزينو تبقى بع شهير وإن جاني اكتب في السطير أقول له يا سجم السجم أنا زي قرايتك ما قريت لكن عيناتي بيا فرزين الوراق البيضة من لون القلم وبعد المغارب بشوي جاه الحسن تعبان يسير العشة غنم من الدرب وسرقت نداوش الهجير سوت له شايا بلبن قرد معاه حرف فطير وقالت له بسم الله يقول واكتب وصيتنا للخدير اكتب الزمن ولدي شايلاه السنين والبعيش في الدنيا ما بعيش مرتين العمر فاضل لي بس منه اليقين وانت طول في البنادر الحبيب لا 200 تعال تعال اوريك حق ابوك الجم حقك حاجه اللمين ان عرفت بلا عمار يقول ولدا عنده طين العلاج لا تنسى رسل لي دحين والعوينات يا جناي شوف ضنين سلامين ليك مطرز للبنيات والبنين الله رض لو يا ولدي تشال في اليدين انا كنت برسل ليك في لور الخزين وانا كنت برسل ليك
في لوري الخزين. نعم، يمكن القصيدة دي لخصت والسفر القديم وغيره والرسائل، والآن الأشياء طلعت الحديثة هي قللت يمكن من الأشواق والحنين اللي كان زمان. عموما بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد شقوري الشاعر، لك التحية، كنت معنا حضور في هذا المساء، شكرا لكم كثير. التحية، واتمنى أن نكون وفقنا أنا وأستاذي باتوري في توصيل جزء من رسالة السفر. نعم. يعني لك التحية، وأيضا تحية لأستاذ محمد باتوري الباحث في التراث الشعبي، شكرا لك كثير. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وإن شاء الله يعني نحن كل ما نلقانا فرصة زي دي نتمنى أنا وشقوري وأمثالنا كثيرين يتمنوا أن يوصلوا للأجيال، عشان أنت قبلت تتحدث عن تواصل الأجيال. نعم. يعني أنا قاعد أتحدث كثير مرات في البيت، وأنا حديثي بلدي خالص وبناتهم درمانيات فمرة قلت للبيت جيبي لي الرقابة دي زي اندقني، فلاجت كثير جدا، وبعدين جات قالت لي أبي الرقابة شنو، فعرفت انه خلاص ما في متى القصه. نعم. اقوم اشيل شلت المرايه ومسكتها في دي وقلت لها رقابه يا حدي بس لو ما وصلت لها ما كنت عرفتها. حاجات كثيره جدا يعني فاتت، والمساحات مفتوحه عبر فاتت العجال. نعم. فنحن نتمنى انه ان شاء الله كل ما ناس زينا كده يلقوا لهم فرصه ان شاء الله يوصلوا، عشان فعلا يحصل تواصل. اكيد المساحات مفتوحه. أيوه. ليكم عبر قناه الشروق في توصيل هذا التراث الجميل والممتد في هذا السودان. لكم التحيه، لكم التحيه ايضا مشاهدينا الكرام في كل مكان. كانت هذه حلقه في الموعد، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والى اللقاء.